عنتور تعرف البوبيت؟ اعرف البوبي. اه لا مش البوبي. البوبي اللي بيهوهو. لا يا اخويا. اه البوبات. البوبت. البوبات اللي هي البوبات الكتيره اللي بيبقوا في الشوارع دول. ايه دول يعني؟ اللي بيهوهو علينا واحنا. لا يا اخويا يا ايوه. امال لا. هقول لك بقى، عايز تعرف الاجابه؟ ايوه عايز. تعرفها بقى من مين؟ ايوه من العلامه الجهبذ. ايوه سفروت. اتفضل يا سفروت، قول لي البوبات دي تبقى ايه؟ ليه السؤال؟ ايه الاجابه؟ ايه السؤال اصلا؟ قول الاجابه واقول لك السؤال. انا مش عارف ايه السؤال. انا مش هيطلع بالاجابه. قال لك البوبات دي تبقى ايه؟ ايه البوبت؟ البوبت. البوبت. اه البوبت ده اللي هو الدميه المتحركه؟ لا لا مش صحيح. انت دميه دميه زي مين يعني؟ دميه زي دميه زي زي مين يعني؟ اه ايه؟ البوبت عرفتها. اه البوبت ديت اللي هي جامعه الجمع البوبي الواحد مع البوبات يعملوا مشاكل كتيره ففرقوهم عن بعض. ما حصلش الكلام ده. امال عايز تعرفوا الاجابه بقى؟ عرفني الجيل الجديد. الجيل الجديد كل ما تعطل روح للجيل الجديد. روح للجيل الجديد. ايه اتفضل يا جيل يعني الجديد. يعني لو عطلت في الصحراوي اروح للجيل الجديد؟ الجيل الجديد مديني هناك شيل اوت زي الفل. يلا يا جودي. البوبت دي عبارة عن حاجة كده مدورة. البوبت عبارة عن حاجة. شفت بقى الإجابة؟ حاجة مدورة. استنى بقى الدنيا. وفيها دوريات وانت بصباعك وبتدوس عليها فهي بتروح الناحية التانية. ببببط كده عليها ببببط. برافو فسر لنا بسرعة. البوبت دي عبد الحميد. البوبت دي في منها أشكال كتير، في منها دايرة مكعب أشكال كتير. أيا كان بقى شكل الدايرة ده بيبقى فيه دوائر صغيرة، واحنا لما نحط ايدينا على اول دايرة الدايرة دايرة. اه ده انت قريتيه في كتاب افتيني ده؟ لا دايرة بتروح لفة على الناحية اللي ورا. دايرة ايه بس يا رنا اللي هم ناحيتين يا عم؟ دايرة اطلعوا جديد ودانا في الحتة الجديدة. آه خالص بس مصر الجديدة يا جماعة. هي بتقول داريا. داريا دي مش بنت اختي. لا مش داريا. لا لا ما كانتش داريا باللي بيحصل. طب ما تقول لنا. طيب انا اقول لكم. اه بصوا هناك البلالين اللي قدامكم سيقوم المتسابق بفرقعتها. هي دي البوبت. وهيلاقي جواها رقم. الرقم ده يا اما سؤال يا اما عقاب. اي معقوله؟ شوف اقول مالها عقاب. معقوله.